ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتورة إيمان زهران، أستاذة العلاقات الدولية. دكتورة إيمان، يعني تطور جديد بإعلان مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، كيف تقرأين يعني هذه الدلالات وهذه الخطوة؟ يمكن دور مصر كان واضح من بداية 7 أكتوبر وما قبل ذلك صراحة، منذ نشأة القضية الفلسطينية وأبعاد الصراع العربي الإسرائيلي، لكن تطورات الأحداث الحالية بتفرض مزيد من الضغوط، بتفرض مزيد من الأوراق لمقايضة أنسنة الصراع أو مقايضة الوضع الإنساني بصفة رئيسية، ويمكن دي أولوية الأجندة المصرية في التحرك في السياسة الخارجية خلال الفترة الحالية. النقطة الثانية ما يتعلق بالوضع السياسي أو هيكلة الوضع السياسي لأبعاد القضية الفلسطينية والمسارات بتاعتنا أو آليات التسوية اللي تم الحديث عنها إبان قمة القاهرة للسلام، دي نقطة. النقطة الثانية اللي تم الحديث كذلك عنها في كافة اللقاءات أو الدبلوماسية الرئاسية من جانب فخامة الرئيس، تحركاتنا على مستوى دوائر السياسة الخارجية المصرية في كافة التكتلات الثنائية ومتعددة، رؤيتنا لآليات الحل ووجود دولة مستقلة على حدود 67. الحديث أو التطور الحالي فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية، رؤيتنا للوضع الإنساني، نتحدث حاليا عن إبادة جماعية ممنهجة، عن استراتيجية إسرائيلية لإعادة التغيير الديموغرافي ليس فقط لقطاع غزة لكن للأراضي الفلسطينية ككل، على نحو وأد القضية، على نحو تصفيه القضية من محتواها، على نحو نسخ تصوراتنا المصرية أو مرئياتنا لآليات الحل، وهو ما ترفضه القاهرة جملة وتفصيلا، وتم التعبير عنه بكافة الآليات السياسية والدبلوماسية منذ اللحظات الأولى وحتى وقتنا هذا. بذكر الدبلوماسية المصرية، يعني هناك حشد كبير من قبل الدبلوماسية المصرية، يعني إلى أي مدى نجحت في الدعم الدولي لأهمية حل القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأم لكل مشكلات المنطقة؟ هي بالفعل الدبلوماسية المصرية نجحت في إعادة تقييم أبعاد القضية الفلسطينية على كافة المستويات الغربية والآسيوية الأفريقية، نشهد حاليا في كافة دول العالم سواء نتحدث عن المظاهرات والحراك في الرأي العام لدى شعوب كافة الأقاليم الفرعية والدول، حراك نحو إعادة تقييم أبعاد القضية الفلسطينية، الرفض للممارسات الإسرائيلية من كافة الدول، نشهد حاليا تحركات أو حراك طلابي في العديد من جامعات الدول الغربية كذلك الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا اللاتينية، منددة بالممارسات وإعادة تقييم للتصورات المصرية أو رؤيتنا للحل مرة أخرى. هناك كذلك تقييم للخطاب السياسي الغربي على سبيل المثال، وإعادة نظره لمرئياتنا المصرية في آليات الحل استنادا للمسارات اللي تم استعراضها من جانب فخامة الرئيس إبان قمة القاهرة للسلام بشكل واضح. كل هذا الأمر بيعيد تشكيل ذهني ليس فقط الرأي العام الغربي أو الرأي العام الأوروبي بشكل كبير والأمريكي، لكن كذلك الساسة والنخب السياسية في كافة والنظرة تجاه القضية الفلسطينية بصفة عامة. دكتورة إيمان زهران، أستاذة العلاقات الدولية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.